من بعد ما تمتعنا مع المرحوم سيدي محمد نجيوي في القصيدة اللي أداها بواحد الربانية وبواحد الروح وواحد الإحساس جميل ديالو الله يرحمه، غادي ندوزو للدرقاوية إن شاء الله ونبداو بقصيدة الحرم اللي كان تا هو حاضر فيها ودار اللمسة ديالو فيها بحضور مجموعة من المقدمين من مدينة فاس ومن مدينة سلا وبحضور أهل فاس وبحضور الجلسة ديال تاع عيساويت. إذا نخليكم نكتشفوا جميع الدرقاوية في الحضور المرحوم سيدي محمد النجيوي بالصحة والراحة.